اتمنى اولا كويس ان كنت استفدته، ربنا يبارك فيكم. انا بس يوم جميل والله معاكم. انا عايز بس بجد تقولوا لي ملاحظاتكم، ايه رايكم في الكراش كورس؟ لو حد عنده مقترحات شايف ان هي لو اتضافت على الكراش كورس هيبقى جميل. الناس ايه العيوب اللي برضه الناس شايفاها؟ طبعا هتقول الوقت، ما هو اصلا فكرته الوقت اصلا. لو حد ليه، شكرا ليك يا ريسيرشر. يعني ارائكم، احب اسمع برضه الفيدباك بتاعكم عموما. ايه الحاجات اللي انتم محتاجين تنزلوها تاني كراش كورس انزلها لكم؟ هل الفكره ناجحه نكمل فيها؟ في ناس بتقول تحفه وجميله جدا جدا جدا، في ناس بتقول بصراحه ممتاز جدا جدا، وفي كل حاجه عندكم جدا جدا. ممكن نقطعها على اكتر من يوم، دي لما تكون كورسات طويله اكتر في الداتابيز مثلا، مش محتاج نلطشها في يوم واحد ناخدها في يومين. ربطت الموضوع كله زادتنا بمعلومات هامه هامه يا حسام، جهاد رائع بصراحه. ويبقى افضل لو كنا داخلين مذاكرين كل حاجه وبلدنا على طول، طبعا يفضل. احمد صلاح والله استفدنا كتير. اسامه سعد فكره رائعه كمراجعه. احمد الشماوي فكره جميله جدا جدا ناجحه. اسامه سعد بجد ممتازه. فوزي ناجحه جدا. محمد خليل مشكلتنا الوقت طويل، الوقت طويل بيقل في التركيز. شغل ورش عمل تاني يوم من الكراش كورس نطبق. احنا كنا مقترحين كده، بس كنا مقترحين لما كنا على الارض، بس الفكره جميله قوي يا نبيل. بس كان ده لو على الارض، ممكن نبدا نعمل كراش ورك شوب. يبقى اول يوم كراش كورس، تاني يوم كراش ورك شوب، بس ده لازم يكون على الارض. في ناس طالبه، محمد فوزي عايز كورس بيج داتا ينزل ككراش. حازم بيقول مشكلتي وقعت اخر ساعتين. ده كويس جدا، انت عملت انجاز. طب انا واقع من 3 ساعات. فاطمه يا ريت تتعمل وتعمل في حاجات ادفانسد. محمد فوزي بيقول يا ريت تتعمل في التي اس كيو ال. محمد صلاح عبد المعين بيقول جدا. الريسيرش هيقول اندرويد الجافا ليا احسن ولا السي شارب ليك؟ يبقى لازم تقول لي خلفياتك ايه او اهدافك ايه، وبناء عليه اقدر اوجهك. اسامه سعد لو في ملاحظات ممكن المره الجايه باذن الله نخليها يومين، كل يوم 5 ساعات تبقى افضل. ممكن والله نفكر في حكايه يعني ماكسيموم 6 ساعات ولا حاجه. شكرا لك يا شمال. اسامه سعد يقول صعب قوي 9 ساعات. طب ممكن تنزل المحاضرات الاخيره ماشي، يا ريت تتكرر على الاقل مره في الشهر. ده راي محمد سيد، وده طبعا كلام جميل. الناس كتير بتقول يا ريت على يومين. المحاضره دي بتسجلها وتترفع ان شاء الله، هتفيدنا في حاجات كتير وفي تاسك المشروع لما الكورس في كام يوم. اضم صوتي للبيج داتا. محمد خليل طيب ما يبقى في تمرين شامل للكورس ونطبق عليه. بيج داتا حسام. احمد صلاح يا ريت نعمل جروب وتبعت لنا تاسكات وحاجات كويسه. هيرو ناجحه جدا، بس ممكن بعد كده نبدا بالجزء التقيل اللي محتاج تركيز، وبعد كده لو في نقاش او مراجعه في الاخر. سيد الشرقاوي ممكن نعمل يوم اونلاين ويوم نتقابل فيه للتطبيق، برضه فكره كويسه. الكتب عايزين نرفع لكم كتب، وبرضه نعمل حاجات زي كده بعد لغات التخصص. حازم يا ماهر يبقى البطء بطيء قوي والسرعه سريعه قوي، يعني عايز حاجه في النص. ماشي
نعمل مجموعة بسرعة وننزل تاسكات، أنا ما عنديش مانع. نعمل اقتراحات بالأدوات الجديدة اللي ممكن نستفاد منها، نعرضها للناس ونعرضها ككراش كورسز. ماشي إن شاء الله. لو عملنا قاعة زي ما إسلام بيطلب، عملنا قاعة ونصور في القاعة يعني ونعرض أونلاين، فاللي مش هيقدر يحضر معانا يبقى حاضر أونلاين، واللي يقدر يحضر في القاعة يبقى موجود في القاعة. فلو حضرنا يعني لو حجزنا قاعة في جامعة القاهرة مثلا ولا في فندق مش هيقعدونا الوقت ده كله. اللي عايزني على الفيس هتلاقي عادل الصبور، عادل الصبور بيج، بلاش عادل الصبور عشان ده مقفول. هبعت لك اهو في الشات اللي عايز الفيسبوك. عادل صبور بيج، عشان البيج متابعتها مش بتتقفل. هبعتها لكم اهو. ممكن نعمل كورس للتريجرز والبروسيجرز والكلام ده كله طبعا. هعمل لكم جروب وابعت لكم اللينك دلوقتي.